وصلتنا اليوم الدفعة الأولى من لقاحات الكوليرا، 1,702,000 جرعة لقاح كوليرا مقدم إلى شمال غرب سوريا من اليونيسيف والكافي، لتمهيدا طبعا لإطلاق حملة اللقاح ضد هذا المرض مطلع الشهر الثالث من هذا العام. نستهدف فيها المناطق عالية الخطورة مبدئيا، منطقة معارة مصريين، سرمدة، الدانة، أطمي، منطقة ناحية إعزاز. سيتم إعطاء اللقاح لجميع العمار فوق عمر السن في هذه المناطق، بالإضافة إلى كوادر العاملة في القطاع الصحي والعاملة في القطاع الإنساني.